مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله صباحكم، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من طنجة على قناة شوف تيفي. وأجواء مشمسة هذا الصباح مع الطقس غائم جزئيا. درجة الحرارة تصل في هذه الأثناء بمدينة البوغاز إلى 21 درجة. كان هكذا تبدو الأجواء بشوارع المدينة صباح يومه الأحد 18 من يوليوز، والساعة تشير إلى الساعة 9 صباحا. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الجولة لدينا خبر يتعلق بإحباط عملية تهريب المخدرات بميناء طنجة المتوسط، حيث تمكنت عناصر الشرطة بالميناء المتوسط بتنسيق مع عناصر الجمارك من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والتهريب الدولي للمخدرات عبر نقطة جمركية. وقد جرى توقيف المعني بالأمر وهو مواطن مغربي في الوقت الذي كان يحاول السفر والمغادرة نحو الخارج على متن سيارة نفعية ذات ترقيم أجنبي، حيث أسفرت عملية المراقبة والتفتيش الدقيق التي خدعت لها السيارة بواسطة جهاز السكانير من ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها الإجمالي 118 كيلوغرام، كانت مخبأة ومدسوسة بإحكام تحت الصندوق الخلفي للسيارة. وقد تم الاحتفاظ بالضنين رغم تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفتردين وكذا الامتدادات الوطنية والدولية المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي. نحن معكم على المباشر مشاهدينا الكرام من طنجة، هكذا تبدو الأجواء صباح يوم الأحد، شوارع فارغة من المرة. أكيد كما هو معلوم فعطلة نهاية الأسبوع تكون فيها حركة السير والجولات في الساعات الأولى من الصباح، تكون ضعيفة جدا، وليس بشوارع طنجة فقط، ربما أعتقد بمختلف شوارع باقي مدن المملكة. إذن مشاهدينا الكرام، أشير على أن عناصر الشرطة بالميناء المتوسط وبتنسيق مع عناصر الجمارك تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والتهريب الدولي عبر نقطة جمركية. وقد جرى توقيف المعني بالأمر وهو مواطن مغربي في الوقت الذي كان يحاول السفر والمغادرة نحو الخارج على متن سيارة نفعية ذات ترقيم أجنبي، حيث أسفرت عملية المراقبة والتفتيش الدقيق التي خدعت لها السيارة بواسطة جهاز السكانير مكنت من ضبط وحجز كمية من مخدر الشيرة بلغ وزنها الإجمالي إلى 118 كيلوغرام، كانت مخبأة ومدسوسة بإحكام تحت الصندوق الخلفي لتلك السيارة. وقد تم الاحتفاظ بالضنين رغم تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفتردين وكذا الامتدادات الوطنية والدولية المتعلقة بهذا النشاط الإجرامي.
كان تحية بهذه المناسبة لعناصر الشرطة والجمارك المتواجدين بنقطة العبور بميناء طنجة المتوسط، والذين يتواجدون دائما في الصفوف الأمامية لمواجهة جميع أشكال تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. من خلال الفحص الدقيق والتفتيش اليدوي أو عبر جهاز السكانير، عدة عمليات إحباط المخدرات عرفها ميناء طنجة المتوسط منذ بداية عملية مرحبا، عملية العبور 2021، بفضل يقظة عناصر الجمارك ورجال الشرطة المرابطين بهذا الميناء الذي يعتبر من أكبر أو أكبر مركب مينائي على الصعيد الوطني والإفريقي. إذا مشاهدينا الكرام، شكرا على تتبعكم معنا هذا المباشر من مدينة طنجة. تحية لكم أينما كنتم، كنتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع موفقة للجميع، عواشركم مباركة، وما تنساش بقوا على بال مشاهدينا الكرام، التزموا بالتدابير الاحترازية والوقائية من خلال ارتداء الكمامات واحترام مسافات الأمان خاصة ونحن على بعد تقريبا 3 أيام من حلول عيد الأضحى المبارك. غادي يكون إقبال على الأسواق وعلى خاصة أسواق بيع أضاحي العيد. خصكم تردوا البال مشاهدينا الكرام باش ندوزوا ان شاء الله فرحة العيد بدون انتكاسة لا قدر الله. تحية لكم اينما كنتم، الى اللقاء.